سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. هذا خزان مياه للشرب موجود في مدينة لوس أنجلوس، فيه أكثر من 96 مليون كرة بلاستيكية تطفو على سطح مياه الخزان. والسبب أن الخزان فيه أكثر من 3 بليون جالون من المياه تمد المدينة بمياه الشرب لمدة 3 أسابيع. للتقليل من تبخر المياه تم وضع كرات ظل هذه بحيث تطفو على المياه. سميت بكرات ظل لأنها تقلل من وصول ضوء الشمس للماء، وتقلل من التبخر، وتقلل من نمو البكتيريا والتفاعلات الكيميائية الضارة بسبب ضوء الشمس. سعر الكرة رخيص، حوالي 36 سنت، ومصنوعة من مادة البولي إيثيلين الأسود التي يفترض بأنها غير ضارة للماء، وطلاءها يقاوم الأشعة فوق البنفسجية والتحلل، وقد تدوم لمدة 25 سنة. خزان لوس أنجلوس استخدم هذه الكرات على نطاق واسع، وبعد استخدامها وجدوا أنها قللت التبخر بنسبة 90%، وبذلك وفروا 300 مليون جالون من المياه. سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم، وشكرا للاستماع.